الخبر الاول عدى. انا محمد جواني والديستراك على مصطفى ريدر. فمحمد جواني يا حبايب امبارح كان مسوي حفله من داخل لبنان، وبنفس الوقت يا حبايب هذه الحفله كان يصور فيديو كليب مالته اللي راح ينزل بعد كم يوم. لحتى ما عرفت يا حبايب هو ديستراك على وسام تنكت ومصطفى ريدر، وبهذا المقطع يا حبايب اللي سربت من اغنيته كان ذكر بها اسم ياسو وبيسان اسماعيل ردا على مصطفى ريدر اللي باغنيته تقريبا ذكر بيسان هواي من اليوتيوبر. فطيرت هذه الصوره يا حبايب من داخل الحفله كان يغني بها هو المتابعين اغنيته الجديده اللي راح تنزل على ديستراك على مصطفى ريدر. راح اعطيكم اياها، ركزوا بالكلمات كل الزين واسمعوها. من الواضح راح يكون عندنا رحله كلش قويه عن البحث عن الجبهات. فكتبوا احبائي بالكومنتات شو رايكم باللي سمعتوه، هل هو عجبكم او لا، اكتبوا لي رايكم بالكومنتات. ننتقل حاليا لبيسان تيكت وليش صارت تبكي. فبيسان يا حبايب نزلت على حسابها بالتيك توك هذا المقطع يا حبايب اللي صارت تبكي بيه، والاغنيه كانت حاطتها يا حبايب اللي هو بليز اتصل علي، نوعا ما يعني اغنيه اجنبيه عن الفراق يا حبايب. وبهذا الفيديو نوعا ما كانت تبكي والدمعه واضحه بعيونها. بالنسبه اللي يسال شنو ممكن يكون السبب هو اللي خلاها تبكي، يمكن سبب وسام تيكت نزل هذا الستوري كان يعلم من خلاله انه حينزل مقطع ويا ياسمين، يمكن يعلم من خلاله انهم مرتبطين ويا بعض، ما ادري الصراحه. يمكن هذا السبب اللي خلاها تنزل هذا الفيديو انه هي تبكي بيه. وطبعا هذا بين لنا قد انه بيسان الى الان تحب الوسام ومتعلقه بيه. على كل اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر الحزين. ننتقل حاليا انس واصاله. اكيد يا حبايب كلكم شفتوا اللي صار والمفاجاه الناريه اللي سواها انس الحبيبته اصاله، ولكن يا حبايب هذا الحفل نوعا ما كان اكو شيء غريب او ملاحظه يمكن الناس، واللي هو اختفاء نارين بيوتي وغيث مروان عن هذه الحفله وغم ثواتهم بدبي. هذا الاكيد انه مليار بالمية اكو شيء غريب صاير بيناتهم، يمكن خلاف معين، وهذا الخلاف واضح انه صار لفتره معينه. لذكر يا حبايب لما نقلت لكم خبر انه نارين وغيث مع عايده واصاله على عيد ميلادها، بالنسبه لساعة السبب فممكن يكون السبب انه نور ستار مثل احمد ابو روب هذه الحفله وانه مثلاتهم عندهم مشاكل ويا نارين. ما ادري الصراحه، كتبنا احبوا بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر، ولا حد يقنعني انه هذا الموضوع عادي وممكن يكون انه ماكو اي مشاكل. وطبعا اصلي يا حبايب نزلت شويه ستوريات نوعا ما كانت تبكي بيها وتقول كلام من قلبها. الصراحه الستوري كلش حلوه، حاب اني اسمعها شوفها للاخر. او ماي جاد، سو بس حبيت لكم انه هلا حضرت الفيديو و انس ما خلاني احضره ابدا لحد هلا معكم كلكم، وبصراحه اكيد كثير. وبس حابة اقول لك انت انس I love you so much، وشكرا على هالهدية اللي بتجنن، ويعني كثير كثير بتعني لي، يعني ما فيني اشكرك قد ما قلت thank you. وحابة اشكر الناس كلهم اللي شاركوا بهاي الهدية، وحضل ذكرى للعمر كله. I'm just thank you so much. ويا I love you all، وشكرا لكم وانكم استنيتوا واسفين على التأخير، بس واو. نروح حاليا النوار وعيد ميلاد يا حبايب. في اليوم يا حبايب هو عيد ميلاد نوار، فكل عام وانتم بخير عقبال مليون سنه يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب ان تباركوا له بالكومنتات على عيد ميلاده. نختم اخر شيء بقمر طائي يا حبايب، وتنزل شويه ستابات بالسناب شات مالته يا حبايب كان طالعه بيها طلعه، وبعدين تقول تتفرج بمباراه برشلونه وتتعايد عباس على عيد ميلاد. طبعا كل عام وانتم بخير. وهذا الستوري مهم يا حبايب، تقول تشتغل على حسابها حاليا بالانستغرام اللي يسالون، وان شاء الله يرجع بعد فتره، وقولوا لها ندعو لها لانه هي كلش مقهوره وتعبانه من هذا الموضوع، فان شاء الله يا رب يرجع حسابها باسرع وقت وما تظل هي مضايقة. وبس والله وقتنا وصلت المقطع. اتمنى عجبكم، لا تنسون تجروا هذا المقطع باللايكات. حبايب نزلت مبارحه مقطع على قناتي الثانيه، شوفوها قناه مكتب المشاهير. وبس كنكم في الزين، احبكم كلش، وباشر ان شاء الله هينزل عليها مقطع كلش مهم. وبس احبكم.